بكم جميعا مرة أخرى، ونشكر الفنانة العربية السورية الجميلة هذه الليلة والمتألقة دائما رويضة عطية. شكرا. نرحب بها في تونس بيت العرب. شكرا رويضة على مشاركتك هذه الاحتفالية الجميلة، احتفالية التحول المبارك في ذكراها 21. رويضة، أنت يشهد لك بقوة الصوت والحضور. شكرا. أريد أن أعرف، النجومية الآن أصبحت سهلة، أنت كيف تشتغلين على النجومية وماذا تمثل لك؟ لا بالعكس، أنا بحس النجومية صعبة، ما بحس سهلة المنال أبدا. سهلة في ظل البرامج التي تكتشف المواهب الآن. فيك تكتشفي موهبة بس ما فيك تكتشفي نجم، مو بالسهولة تحصل على النجم. النجم في له مواصفات معينة لازم يكون موجود فيها، إذا كانت ناقصته بعض الشغلات يمكن ما بيصير نجم. فمشان هيك بحس انه الشهرة سهلة، النجومية صعبة كتير. فيك تحصلي على الشهرة وتقدري تجدديها، بس النجومية مجرد ما انت هبطي مستحيل ترجعي تقلعي من اول وجديد. طيب فنانتنا رويضة، يعني الجميع يدرك انك تمتلكين صوتا قويا وحنجرة جميلة وقادرة على العطاء. غنيتي بعدة لهجات عربية. نعم. يعني هل هذه اللهجات ساعدت في إيصال الرسالة الفنية والإنسانية أيضا للفنانة رويضة عطية من خلال أدائك المتميز ببضعة لهجات عربية؟ أكيد طبعا، لما أنت بتغني بلهجات البلد اللي أنت بتكون عم تشوفهم أو عم تزورهم بصير حبل الوصل بينك وبينهم أكبر. كواجبي كفنان أنا ما لازم يكون عندي هوية معينة أو جنسية معينة أنا متكلي عليها، لأنه بالنهاية أنا فنان بغني للكل. أنا مثل الحمام اللي بيطير من بلد لبلد وبيحمل السلام والمحبة بصوته للناس. غنيتي بلهجات مشرقية ولم تغني بلهجات مغربية، ننتظر رويضة في لهجة مغربية تونسية جزائرية. إن شاء الله يا رب. أكيد بتمنى هذا الشيء، لأنه أول شيء أهل المغرب العربي بشكل عام ناس سميعة وبتخاف تغني شو ما كان إذا ما كان على ذوقهم. نوعد إن شاء الله إذا الله رد حيكون في أوني بهذا الشيء إن شاء الله. يعني الآن تشاركين في هذه الأمسية العربية تونس بيت العرب في الذكرى 21 للتحول المبارك في الجمهورية التونسية، ما هي الرسالة التي تودي إيصالها من خلال المشاركة الطيبة؟ أول شيء بدي أتشكر الناس اللي دعتني لكون موجودة اليوم لشارك أهل تونس بهالاحتفال الكبير. إن شاء الله تونس دائما بتضلها عامرة بالأفراح وتضلها خضرة ونشوفها هيك ونعتز فيها، وإن شاء الله نحن كمان الأصوات اللي دائما نكون موجودين بتونس. رسالتي أكيد تضل تونس بألف خير، شعب تونس يضل بألف خير، والشعب العربي كله يضل بألف خير ديما إن شاء الله. إن شاء الله نواصل سهرتنا إذن. رويضة عطية لتونس في الذكرى 21 لأعياد التحول. شكرا رويضة. شكرا رويضة، جميل جدا أن نتنقلنا معك وتجولنا عبر شوارع تونس وعبر محافظات تونس من الحمامات لصفاقس لنابل. بتمنى يكون عزت بهالأغنية وصفنا تونس. حسينا من خلال الأغنية أنك تعرفي تونس بكل أزقتها. يعني هون بدي أتشكر طبعا الكاتب والملحن سليم عساف هو اللي ساعدني بهالأغنية، بتشكره من كل قلبي. وكمان بدي أتشكر إدارة الإنتاج العنود برودكشن اللي كمان ساهمت بإنتاج هالأغنية، فبتشكر وبتمنى الناس تكون نالت اعجابهم ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا رويضة على حضورك معنا.